السلام عليكم كبيدات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحيحة جيدة ان شاء الله. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديالي. يا كديري لاباس عليكم بخير؟ كي درتوا مع التوجات ديال العام الدراسي، التلاميذ، الادوات، المحافظ؟ ايوا الله يحسن الاحوال اللي عندو الوليدات، وكيتهيئ لهم انهم يشري لهم الادوات والمصاريف الدراسيه. الله يحسن الاحوال احبابي وحبيباتي. ويا كبيداتي، جيت لكم بفيديو جديد. بغيت ندير له واحد الاكله اللي كتعجبني 100%، وتعطلت عليها وقلت لي مالا ما نطيبهاش ونشاركها معكم. فشجعونا ودعمونا، تابوناو في لاشين، ديروا شي تعليق سمين، ديروا لي لايك وبارطاجيو هذه القناه باش تكبر. فضلا وليس امرا، وندوزو دابا للشهيوايه اللي قولوا لي القفطان ديالي. راه ديجا تشاركتو معكم البيطان ديالي كيفاش داير. كنحس باش نوريكم شتو، وقولوا لي كي جاني الخفطين يا لالا ويا لالا. شتو هاكا هابط حتى لتحت، زوين والحتى لا كولور زوينه يا البنات، وخفيف صراحه الله. المهم كسيوا قفطين بحال هكا ديال الدار، تلبس كل نهار ولا تلبس كل هكا في الاعياد. المهم خليكم معايا ما تشوفين. فكما كتشوفوا معايا حبيبي حبيباتي، المقادير كلهم قديتهم وحطيتهم باش ندوز دغيا دغيا نقدم معكم الاكله ديالي اللي غادي تعرفوا عليها بعد لحظات. وصافي هادشي اللي كاين. فنبداو على بركه الله. اختي المقادير عندي هنايا اللوبيا والحمص اللي فزكتهم وغسلتهم حطيتهم هنايا. عندي هنا هاد الطبيصيل اللي فيه اللحم ديال الراس، كما كتشوفوا انا الصراحه الله كيعجبني اللحم ديال الراس، ما نكذبش عليكم، خصوصا مع اللوبيا والحمص. اللحم ديال الراس احبابي وحبيباتي اللي نقيتو وغسلتو وحطيتو في هذا الطبسيل هذا. عندي هنا واحد ثلاثه ديال المطيشات اللي غادي نقطعهم. عندي هنا واحد البصله درتها هنا كبيره اللي غادي نشلطها ان شاء الله. عندي هنايا شويه ديال الثومه، التحميره، سكنجبير، الكمون، الخرقوم والملح غادي نزيدو حتى هو ما درتوش هنايا. وهنايا عندي اختي القزبر والمعدنوس غسلتهم غنقردهم ان شاء الله. هنايا عندي زيت المائده راه قربتني تسالى، المهم تنجيبها. صافي خليكم معايا ما تجيو فين يا لالا، وديروا اللايك الا نسيتوها. يا لالا ما عرفتش فين غنبدا ولا منين غنبدا. المهم غنحط هذا الخير، غادي نجيب هذا البار نبدا بالقزبر. بسم الله هنايا غادي نقرب طاي البصيله ان شاء الله، ندير نشلضها. يا البنات غندوز للسوق دابا، ها انتما كبيت الحمص واللوبيا ديالي، غادي نزيدهم مطيشه اللي قطعت معكم، وغادي نزيد البصيله حتى هي كما كتشوفوا. مطيشه الكميه اللي بيت انا درت ثلاثه ديال المطيشات. هنايا لالا القزبر والمعدنوس. زيت المائده، الا عندكم زيت العود حتى هي ديروها، انا ما عنديش. غنديروا التوابل ديالنا، ندير عليه شويه الملح حتى هو من الفوق. غادي نمرق، غادي نعمرو بالماء وغنديه يطيب. كلشي درتو خطره واحده. يا بسم الله، انا راه كنستعمل هاد البوطه الصغيره. صافي البنات، ها هو درتو فوق البوطه ونرجع معكم الى طاب ان شاء الله. البنات كما كتشوفوا يا اختي سخفت، طلعت من الدرج، جبت اختي البوطه اخرى جديده حيتاش هذيك تسالات ليا، عاد غادي نكمل الطياب. المهم هاد الاكله هذه بدل ما تكون غدا راه غتولي عشاء.
وجبت معايا اختي هذا بيرلي هذا نبرد بيه على راسي، وجبت معايا الخبز. واخا عندي الخبز جبت معايا الخبز. تقوم فيها الجوع وجبت هادو من الباتيسري. لالا كنت هاد اللي بغيت نخليهم حتى الغدا الا خرجت، كنت هاد اللي باغا نمشي للبحر ندي معايا هاد الحلوه. ساعه يا اختي جاني الجوع، هندوزهم بهاد الضوينين حتى يطيب الغدا. هانتوما يا البنات الاكله ديالي من بعد ما طبت، والله الا تشهيت ناكلها. كنتسنى غير يبدا الطيب، ولكن هاد الاكلات كيبغيو الوقت، خصوصا الا ما كانتش الكوكوط، حيت انا ما عنديش الكوكوط. داكشي علاش خليته طاطب على حقه وطريقه. وهنايا البنات درت شويه ديال التفيفيحات كما كتشوفوا. هنايا درت واحد العويصر، واحد العويصر يا لالا الدخاخ نسمحوا ليا، واحد العويصر. المهم فيه الخيار، الله يستر الخيار قلت لكم، فيه الخيزو وفيه الخوخ والشهديه والحامض والماء. وهنا لي زيبيناغ يا البنات كنحاول ندخلهم في الاكل ديالي حيت صحيين وزوينين. هنايا الخبز وبصحه والراحه. حتى نتوما اخوتي وخواتاتي ديروا هذه الاكله في ديوركم، راه غتعجبكم بزاف ولذيذه وزوينه. وهذا مكان. وهكا احبابي وحباباتي وصلنا دابا لنهاية ديال الفيديو ديالي، واللي كان عبارة عن أكلة تقليدية مغربية اللي كيبغيها الأغلبية ديال الناس. وتا أنا من محبين ومن عشاق هاد الأكلة اللذيذة الشعبية، وراه هي غنية بالفيتامينات وغنية زعما الحمص والفاصوليا اللوبيا الراس ديال الحولي اولا المعزي. انا درت راس ديال المعزي على فكره. فما تنساوليش بالتعليق زوينه ديالكم، اولا فلاشين ديروا لي لايك، وتبارك الله عليكم. شكرا بزاف بزاف المتابعين ديالي الاوفياء. نضرب لكم معي في شي فيديو او في اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم، كنبغيكم بزاف.